مساء الخير، اهلا بحضراتكم معانا. لقاء متجدد من برنامج الاتجاه شمالا، ويعني ربما هيكون في تسليط الضوء لاكثر من قضيه رئيسيه. الاولى ربما تمس الولايات المتحده وروسيا، وتطرح تساؤلات حول التعاطيات مع ما يحدث في سوريا وغيرها من الملفات اللي بيكون فيها دور ضالع سواء للولايات المتحده او للجانب الروسي. وايضا سوف نقترب من اوضاع المهاجرين واللاجئين ايضا في اوروبا. يعني بالتاكيد واحده من القضايا المهمة جدا اللي بتلقي بظلالها على الولايات المتحدة وعلى روسيا ما أثير مؤخرا من قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. بالتأكيد الضلوع الروسي في هذا الأمر هيكون في حديث عن ردود الأفعال الروسية، وأيضا عما يمكن أن يكرس لي من مخاوف أو نظر تعيد الأذهان للحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا. ده بالإضافة بالتأكيد لربما الود الغائب اللي لوحظ في الأونة الأخيرة وكرس لهذا الصراع المستمر والدائم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة. وكثير من الملامح المميزة لهذا المشهد الغربي على خلفية هذه المعطيات وغيرها حضراتكم هتتابعوها معنا من خلال هذه الحلقة من الاتجاه شمالا. ولكن لنبدأ بجولتنا الإخبارية المعتادة ونرجع لحضراتكم مرة تانية للمزيد من المتابعة والتحليل. في خطوة تصعيدية جديدة للضغط على المشرعين، يشارك طلاب ناجون من حادث إطلاق النار في مدرسة في باركلاند في ولاية فلوريدا الأمريكية في مسيرة في واشنطن أواخر مارس المقبل للمطالبة بتشريعات أكثر تشددا للحد من انتشار الأسلحة النارية. وستقام التظاهرة بعنوان مسيرة من أجل أرواحنا في واشنطن، وستتزامن مع مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد. ومنذ وقوع المجزرة ارتفعت الأصوات للتنديد بالروابط بين السياسيين والجمعية الوطنية للأسلحة النارية، والتي تدافع عن حرية بيع الأسلحة وتعارض تجديد الكونغرس للتشريعات التي ترعى هذا الملف. في قرار من شأنه أن يزيد العلاقات الهولندية التركية توترا، قرر البرلمان الهولندي وجوب حضور وزير الخارجية لفعاليات إحياء ذكرى الإبادة الأرمينية في إبريل المقبل. وجاء القرار بعد موافقة البرلمان بالإجماع على الاعتراف بالإبادة الأرمينية في الإمبراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى. هذا وقد قررت هولندا رسميا منذ أسابيع سحب سفيرها من أنقرة في أعقاب التوتر السياسي بين البلدين. طرحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي إبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من العام المقبل. وفي كلمة أمام مؤتمر الأمن في ميونخ ألقتها مي، تعهدت بأن لندن ستواصل قيادة مهام عسكرية وتبادل معلومات المخابرات إذا وافقت بروكسل على إبرام معاهدة تسري اعتبارا من 2019، وهو ذات العام الذي سيشهد الانسحاب الفعلي لبلادها من التكتل. ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعقد تحالف أمني مع بريطانيا، وقال للمؤتمر إن على التكتل ولندن حل المسائل الأمنية بشكل منفصل عن القضايا الأخرى. يعقد قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع قمة في بروكسل يبحثون خلالها مسألتين شائكتين. الأولى كيفية سد الثغرات في ميزانياتهم المقبلة ما بعد خروج بريطانيا، والثاني تعيين خلف لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر. وسيشكل هذا الاجتماع الذي تعقده الدول 27 الجمعة بدون مشاركة المملكة المتحدة محطة حاسمة على طريق الاتحاد الجديد. ويواجه الأوروبيون عقبة تتعلق بطريقة تعيين كبار مسؤولي المؤسسات الأوروبية، وعلى رأسها منصب رئيس المفوضية الذي يعتمد انتخابه بنظام المرشح الأبرز، والذي يأتي على رأس الحزب الأوروبي الذي يفوز بعدد أكبر من الأصوات، وهو ما لقى اعتراض العديد من المسؤولين داخل دول الاتحاد. قال رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس إن حدود الاتحاد الأوروبي الجنوبية على البحر المتوسط ستظل تشهد ضغطا شديدا هذا العام بسبب المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا. وقال فابريس ليجري إنه جرى ضبط نحو 119 ألف إفريقي وهم يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب مهاجرين أبحرت من ليبيا العام الماضي،
علاوة على أكثر من 42 ألفا انطلقوا من تركيا إلى اليونان و23 ألفا آخرين وهم في طريقهم إلى إسبانيا قادمين من الجزائر والمغرب. يأتي هذا فيما يواجه الاتحاد الأوروبي العديد من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية بعدم الالتزام بالمبادئ الأساسية والتي تنظم التعامل مع ملف الهجرة واللاجئين. بتتواصل تحقيقات على خلفية التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية، ويعني بالفعل يعني اتهام موجه من المحقق الخاص روبرت مولر إلى 13 روسي وثلاث كيانات أخرى بتسهيل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. في الواقع يعني في كتير من الملامح المميزة لهذا السجال الحاصل حاليا، واللي بالتأكيد يعني يقرأ في سياق توترات بتشوب علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع هذه الجهات الأمنية والاستخباراتية، وليها أكثر من بعد هنحاول نقترب منه بشكل أكبر من خلال هذا الحوار، لكن بعد متابعة هذا التقرير. شهدت قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية فصلا جديدا أشبه بقنبلة عنقودية تهدد بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بوزارة العدل الأمريكية FBI اتهامات بناء على وثيقة من 37 صفحة قدمها المحقق روبرت مولر المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية. الاتهامات طالت ثلاث شركات روسية من بينها شركة انترنت ومقرها سان بطرسبرغ و13 فردا، وبرز فيها اسم رجل الأعمال المعروف في أوساط المال بلقب طباخ الكرملين. وتضمنت لائحة الاتهامات في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر تهم التآمر من أجل التزوير الإلكتروني واتهام خمسة آخرين بانتحال شخصيات خبراء قانونيين، فيما قال نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين أن لائحة الاتهام لا تشير إلى أن أي أمريكي كان على دراية بالخطة المزعومة. في المقابل انتقدت موسكو الاتهامات الأمريكية، ووضع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي الاتهامات في إطار حملة إرهاب هستيري تنمو في المجتمع الغربي تجاه موسكو، متسائلا كيف يمكن أن يؤثر 13 شخصا في إرادة 300 مليون أمريكي مع وجود آلة حكومية ضخمة ومليارات الدولارات المستثمرة في تلك الانتخابات. من جانبه علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه لم يكن هناك أي تواطؤ، مبرئا بذلك موسكو من أي تدخل، حيث أن القانون الأمريكي لا ينص على أي جريمة بمسمى التواطؤ، ولكن هذا التصرف ينطوي تحت تهمة التجسس. عدنا من جديد لحضراتكم، وانضم إلي في الاستوديو دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بالمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني بالتأكيد يعني ربما الحدث الأبرز الآن أمريكيا وروسيا، وربما يعني يخرج خارج نطاق هذه الحدود، هي الاتهامات المواجهة بشأن التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي الحقيقة كتير من المعطيات اللي هنحاول نستثمر تواجد حضرتك معانا ونقترب منها بشكل أكبر. لكن لنبدأ بتعاطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع هذه الاتهامات، مع وضع في الاعتبار يعني ما تبعناه مؤخرا من صراع مستمر ودائم بينه وبين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI تحديدا. يعني بداية عايزين نحط موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في سياق يعني أكثر من مستوى، مستوى العلاقات الروسية الأمريكية، مستوى العلاقات الأمريكية بين ترامب وما يسمى الدولة العميقة والمؤسسات الأمريكية، ومستوى التداعيات أو مدى تورط فعلا ترامب أو دائرته في هذه القضية في الانتخابات وتداعيات هي، هل ده سيؤدي الى سيناريو عزل ترامب او لا. لو اتكلمنا ان كان معروف ان ترامب هو في حمله انتخابيه كان دايما بيشيد بالرئيس بوتين، بيعتبره نموذج للذكاء، وتعهد حتى ان هو يتقارب مع روسيا ومع بوتين ويطبع العلاقات على خلاف اداره اوباما. لكن في نفس الوقت حسب ما الانقلاب، بمعنى ان المؤسسات الامريكيه وقفت وقفه تحجيم، كان احد المحجمات للرئيس ترامب في تقربه مع روسيا وانفتاح روسيا هو موضوع التدخل في الروسي في الانتخابات الامريكيه.
بالنسبة لهذه القضية في هناك أمور مؤكدة وأمور حتى الآن يعني محل اشتباك قيد التحقيق. قيد التحقيق يعني. الأمور المؤكدة أن روسيا تدخلت في الانتخابات بأشكال مختلفة. الأمور غير مؤكدة والغير قيد التحقيق لأي حد متورط ترامب أو حمله أو دائرته المقربة في هذا التدخل وبالتالي ما يسمى التواطؤ وبالتالي ذات تداعيات قانونية أمريكية. الاتهام الأخير ب 13 واحد من وزارة العدل الأمريكية هو بيعني ان بينفي التهمه لحد ما بعيد عن ترامب وانها ده دور خارجي وان روسيا تدخلت لان بالفعل حصل تدخل والتدخل ده خد اشكال مختلفه. يعني اول شكل من الاشكال هو اختراق الموقع الالكتروني للحزب الديمقراطي بين الحملات الانتخابيه حتى اثناء الترشيح اللي كان في معركه بين هيلاري كلينتون وبين المرشح بيرني ساندرز وكان هناك نوع من التواطؤ داخل الحزب لصالح كلينتون. الامريكان اللي الروس اخترقوا هذا الامر وطلعوه على ويكليكس وبالتالي ده كان نوع من اول ضرب ليه هيلاري في التاثير على هيلاري سلبيا لصالح الرئيس ترامب. بعد كده كشف التحقيقات ان كان في مجموعه من الروس وزي ما قال الاتهام مجموعه في بيترسبورغ نوع من خلق الحسابات الوهميه. هنا بقى توظيف الانترنت والسوشيال ميديا في التاثير على الراي العام الامريكي في مخاطبه ما يسمى الاصوات المتارجحه او في الولايات المتارجحه التي لن تحسم قرارها بعد لهيلاري كلينتون. هذا التدخل بأشكال مختلفة وجدناه لكن حتى الآن تظل السؤال وهو اللي يقوم به روبرت المير لأي حد كان إدارة ترامب متورطة وكان كده. عرفنا في خلال هذا العام يعني العام الماضي كله شهد تحقيقات في هذا الموضوع ونوع من التطور. رأينا مايكل فيلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أول واحد كان له صلة مباشرة بهذا القصة وهذه القضية وهو لم يعد شهر واستقال أو أقيل لأن مايكل فيلن عمل لقاء مع السفير الروسي في امريكا في شهر نوفمبر وكان بيطلب منه صراحه ان بعد اوباما ما اتخذ عقوبات ضد روسيا بطرد السفراء مجموعه من السفراء والبعثه الدبلوماسيه الروس من امريكا واتخذ عقوبات ضد كيانات كان بيطالب ان هو ان روسيا ما تتخذش اجراء فوري او تتخذ خطوات مضاده املا ان ترامب هيجي وهيصلح العلاقات والدنيا وكده. وبالتالي كشفت هذا الامر واضطر وتم اقاله. لكن روسيا عملت بالمثل بعد كده عملت بالمثل. هي صبرت وربما رد فعل ترامب كان على غير المتوقع مش تصعيدي كما هو معتاد من ردود افعاله يعني اذا يعني اي معكرات تحدث بينه وبين طرف اخر. بالطبع ترامب هنا يهم في هذه القضيه ليس فقط علاقته مع روسيا وكذا ويهم ان يحافظ على شرعيته لان لو ثبت ان في تواطؤ من اداره ترامب او من المقربين ليه او من حملته او حتى شخصيا في تدخل روسي معناها تسقط شرعيه ترامب. ده تدخل وبالتالي هنا وبيحاول يدافع يقول انه جاء بانتخابات حره انه جاء برغبه شعبيه وليس حضرتك بتتكلم معنويا وضمنيا ولا دستوريا ده ممكن يعني ينال من كونه رئيس الولايات المتحده الامريكيه طبعا لو ثبت اتهامات يتم مساءلته وعزله دي خطوات قانونيه ودستوريه لكن على الاقل التركيز على هذه القضيه ودايما يبعد هذه القضيه وعايز كل الامريكان ان شرعيته ليست من الخارج ليست من دعم الروس وبالتالي هنا المؤسسات الامريكيه وظفت قضيه الدخل الروسي الى حد ما بذكاء من خلال تحجيم علاقه ترامب واندفاعه نحو روسيا. الامر الثاني مجموعه من العقوبات مسمى اللي هي المحزمه لترامب يعني في نوفمبر الماضي فرض الكونجرس الامريكي عقوبات على كوريا الشماليه وايران ومنها روسيا. اخطر من كده ان العقوبات القانون العقوبات اللي فرضت روسيا تضمن نص او بند ان ترامب لا يستطيع كاداره امريكيه كاداره تنفيذيه ان هي ترفع هذه العقوبات الا بالرجوع للكونجرس الامريكي وموافقه الثلاثيه. والحقيقه دكتور احمد في توقعات ان حتى هذه القضيه لو حسمت لصالح ترامب لن تمر مرور الكرام بالنظر إلى العلاقة اللدودة المتعارف عليها بين الولايات المتحدة وروسيا يعني وأن ممكن تفجر يعني حالة من التوتر في الفترة الجاية تذكرنا بالحرب الباردة بين الجانبين. هرجع لحضرتك مرة تانية لكن هتواصل عبر السكايب من سان بطرسبرغ مع دكتور مسلم شعيط ومدير المركز الثقافي الروسي العربي. تحية لحضرتك يا دكتور مسلم. اهلا وسهلا لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. حديثا دكتور عن اصداء التدخلات الروسيه في الانتخابات الامريكيه وما يثار من مواجهه بين الجانبين على هذه الخلفيه والمساله الان قيد التحقيقات لكن يعني بالتاكيد بنستشرف ايه الابعاد وايه النتائج اللي ممكن تترتب على مثل هذه المواجهه سواء بالنسبه للولايات المتحده او روسيا او العلاقات بين الجانبين من وجهه نظر حضرتك. يعني أولا التعبير التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية تعبير غلط وخطأ ولا يمكن الانطلاق منه. نعم هناك حملة أمريكية تستعمل كل ما تستطيع هذه الإدارة والإدارات السابقة من أجل التهجم على روسيا.
كانت فترة انتخابات في الولايات المتحدة تتمثل في هذه الفترة كانت بشكل حاد جدا، وصراع ما بين كل عناصر هذه العملية يستعملون بها كل الوسائل، كل الأدوات، إن كانت أدوات دبلوماسية، أدوات سياسية، أدوات اجتماعية. ويبدو أن هذه الحملة ما بين مكونات الإدارة الأمريكية والقوى الفاعلة فيها ما زالت مستمرة، وكأن الانتخابات لم تنتهي. وانطلاقا من ذلك ما زال مستمر هذه الافتراءات على روسيا بأنها تدخلت في الانتخابات. والمضحك بالأمر أنهم يعددون استعمال الفيسبوك وكأن الفيسبوك سيغير الرأي العام الأمريكي تماما. هذا يقلل أو بالأحرى يصور وكأن المجتمع الأمريكي مجتمع بسيط جدا، تستطيع أي قوة أخرى عبر أي وسيلة اتصال اجتماعي أن تغير رأيه، بالإضافة إلى أنهم يقولون روسيا لم ترد مباشرة وهذا دعم ترامب. بالعكس تماما، إذا كان ذلك هي لن ترد على إدارة أوباما الذي كان. إذن دكتور، أنتم تستبعدون أن يكون هناك بالفعل تدخل روسي أثر على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ إذن ما الهدف من إثارة هذه القضية وأيضا في هذا التوقيت بالذات؟ الولايات المتحدة بعد أحداث سوريا تحديدا اقتنعت مجبرة على أنها لم تعد القطب الوحيد في العالم الفاعل والمؤثر على السياسة الدولية. تلعب هذا الدور روسيا حكما، ولكن بمسافة بعيدة. ما زالت الولايات المتحدة أقوى دولة عالمية عسكريا بحكم ميزانيتها وانتشارها، وأيضا من الأقوى اقتصاديا، لكن لم تعد الأوحد، وهذا ما أزعج الإدارة الأمريكية السابقة والحالية. ولذلك ستكيل كل الاتهامات على روسيا من أجل أن تلحق بها لاحقا باتهامات أخرى. وكما نلاحظ أنهم يحاولون اتهام سوريا بالأسلحة الكيميائية ومن ورائها روسيا، كل ذلك من أجل هدف واحد، هو إزاحة روسيا عن هذه الساحة الجديدة الأقليمية وبالتالي عن الساحة الدولية. اسمح لي أستوقف حضرتك في هذه الجزئية وأرجو أن تبقى معنا، يعني حاخد جملة حضرتك قلتها منطلق لسؤال أوجهه لضيفي في الاستوديو دكتور أحمد سيد أحمد. يعني دكتور أحمد، بالنظر إلى ما أثاره دكتور مسلم من الأحادية القطبية والثنائية القطبية، وأن ربما بشكل كبير ولافت الجانب الروسي بيسعى إلى استعادة المكانة اللي كان بيحظى بها في الماضي القريب، وأن هذه المسألة قد تكون بشكل أو بآخر مصدر إزعاج للولايات المتحدة، وأن المسألة يعني حتى وإن كان في قدر من المبالغة لكن هي يعني فبركة يعني ولا أساس لها من الصحة، فكرة أن يكون في تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يعني قراءة حضرتك لهذا المشهد؟ بالطبع هو بداية التدخل كان موجود، لكن هو السؤال هل كان له تأثير ولا لا. النهاردة حتى الأمريكان نفسهم اعترفوا ان ما كانش ليه تاثير كبير، يعني ما كانش ليه تاثير، كان تاثيره محدود على حسم نتائج الانتخابات. الامر المهم هي القصه ان اليه التدخل الانتخابات هي ليست جديده، يعني روسيا نفسها اتهمت امريكا ان هي تدخلت في انتخابات في روسيا في اعوام سابقه 2004 2008 2006 و12 اخر انتخابات حتى للتاثير ضد بوتين. بمعنى اخر ان الفيسبوك والسايبر سبيس استخدم احد ادوات السياسه الخارجيه، وده هنحطه في سياق الحرب البارده الجديده بين البلدين، سواء في تدخلات في الشؤون الداخليه لكل مهمه الاخر عبر الفضاء الالكتروني، او الحرب البارده في الساحات الجديده في العالم. يعني سوريا كانت احد ساحات الحرب البارده بالضبط، وحقيقه الصراع يعني في سوريا هو ده كان موضع بالطبع التساؤل اللي جاي، والدور من الجانبين، وان يكون في يعني تنافس او سعي للعب دور في الشأن السوري في ظل التداعيات الأخيرة. بالطبع يعني روسيا بعد ما كان هناك نوع من الحصار في أوكرانيا والملعب في أوكرانيا ومجال الحياة، ووجدت أن الغرب يمتد وتوسع حلف الناتو وتوسع الاتحاد الأوروبي، شعرت بالتهديد الشديد، خاصة أن روسيا بعد بوتين وبعد يعني استعادة العافية الاقتصادية والعسكرية بدأت روسيا تلعب مرة أخرى دورها على الساحة الدولية، وهي دائما بتدعو هي مع الصين لنظام دولة متعدد الأقطاب. النظام الأحادي بعد الحرب الباردة منذ 90 هم بيروا أن هو نظام فاشل وانفراد أمريكا، وبالتالي كان هنا روسيا بتوسع دوائر فكرة الساحة للصدام أو التنافس مع أمريكا، كان من ضمنها الساحة السورية، كان من ضمنها الملف النووي الإيراني، أيضا دخلت في أفغانستان حاليا وعلاقات في ملف كوريا الشمالية. في سوريا كان إدارة الرئيس أوباما أخطأت أخطاء كبيرة، وبالتالي هنا تركت نوع من كانت السياسة الأمريكية بتسم بالتخبط والضبابية، ده ترك نوع من الفراغ، يعني في
من عايز الانخراط في مناطق اخرى في العالم او مسمى التموضع، وبدات تنسحب من الشرق الاوسط. هذا اعطى فرصه كبيره لروسيا ودخلت في المنطقه وبدات تملى الفراغ. ترامب حقيقه والمؤسسات الامريكيه وجدوا ان هذا بيؤثر سلبا على المصالح الامريكيه، وبدات امريكا تنخرط مره اخرى في النزاع السوري. راينا بعد حكايه ضرب مطار الشعيرات وبعد اتهام النظام باستخدام السلاح الكيماوي، بدات ترسل قوات لشرق سوريا في منبج، بدات تراهن مره على الاكراد، والان هي يعني تحاول ان تناور مره اخرى مع تركيا، وبدات امريكا تضع نفوذها في منطقه شرق سوريا. هذه المنطقه طبعا لاسباب اقتصاديه، فيها نفط فيها غاز، وفي نفس الوقت موازنه النفوذ الروسي والوجود الروسي في طرطوس القاعده البحريه وفي القاعده الجويه في حميميم. وبالتالي هنا بدات اللاعبين الاساسيين في سوريا، امريكا وروسيا تقسمان النفوذ. ولذلك حتى امريكا حاولت ان هي تفشي المؤتمر سوتشي، وحاولت الا تترك روسيا تنفرد بالحل السياسي ومستقبل سوريا، لان الهدف الامريكان او الروس او اي قوه في سواء تركيا او ايران هو ان يكون هناك صيغه سياسيه او اي نظام سياسي، سواء استمر النظام السوري الحالي او لم يستمر، المهم ان تكون هذا النظام هو محافظ على نفوذ هذه الدول. يعني ايران دخلت في كمان كثير بيتساءل يعني ما الذي يمكن أن تتجه إليه مثل هذه القضية؟ هعود من جديد لدكتور مسلم شعيتو، يعني ونتساءل يعني هل يمكن بأي شكل من أشكال أن النتيجة التي سوف تسفر عنها التحقيقات تمس من قريب أو من بعيد شرعية موقع الرئيس دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، كما قلت سابقا ما زالت الصراعات داخل الإدارة الأمريكية وموازين القوى الفاعلة، المجمع العسكري والصناعي والمالي وما إلى ذلك، ما زال هذا الصراع مستمرا، ويحاولون بشكل يعني قد أقوله خبيث استعمال ترامب من أجل تمرير القرارات الكثيرة التي لم تستطع الإدارات الأخرى تمريرها، كما الاعتراف بالقدس التي من 95 ينتظرون إلى أن أتى ترامب، وهو بذلك يحاول تقديم أوراق كثيرة يملكها من أجل صراع مع الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة. نعم، هذه كلها تدخل في دائرة الصراع الداخلي لتثبيت موازين قوى جديدة في الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب. يستعملون الورقة الروسية، أعتقد أنها ستستنفذ لاحقا، ويضطرون إلى استعمال أوراق أخرى منها سوريا ومنها الشرق الأوسط ومنها إيران وأيضا كوريا الشمالية والصين، كل ذلك ليخدم مصالح هذه المجامع كما قلت العسكرية والمالية في الولايات المتحدة. نعم، الولايات المتحدة تسير بخطة واضحة بسياستها بغض النظر عما يجري داخل الإدارة الأمريكية. هناك توجه بالعمل الدائم من أجل تعميم الفوضى، تعميم القواعد العسكرية الأمريكية، التدخل بشؤون كل هذه الدول إن كانت الغنية بالنفط منها أو جاراتها من أجل استمرار هيمنة الولايات المتحدة، لكن بدأت تصطدم بقوة تعيق هذه الخطة إن كانت روسيا إن كانت الصين. حتى في سوريا هذه الخطة لم تكتمل ما تخطط الولايات المتحدة، لكنها ما زالت مستمرة بمحاولة تقسيم سوريا وفرض وقائع جديدة بالقوة. أعتقد ستكون المعركة حامية جدا في سوريا لاحقا، ولن يسمح للولايات المتحدة بعد الآن قدر الإمكان أن تتصرف كما تخطط. لكن يعني من كلام حضرتك دكتور، يعني الولايات المتحدة جاني وضحية في نفس الوقت، لأنها هي يعني الضالعة وراء إثارة هذه التشكيكات في تأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي ذات الوقت يعني ارتباط اسم دونالد ترامب بها يعني ربما يعني يحرج مركزه أو قد يؤثر تأثيرا سلبيا على مصداقيته كرئيس الولايات المتحدة. يعني كيف منطقيا يمكن أن نتعاطى مع ذلك؟ سريعا بعد إذنك. أوكي، هم يحاولون اتهام ترامب من أجل انتزاع منه تنازلات سياسية إن كانت في الداخل أو على الصعيد الخارجي، وهذا ما ينجحون به من وجهة نظرهم، وهو ينجح من استعمال هذه الأوراق لتدعيم مواقفه الداخلية. كل ذلك اتهام روسيا وغيره هو فقط أداة من أجل الصراع الداخلي في الولايات المتحدة. أشكرك جزيل الشكر دكتور مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسي العربي، كنت معنا عبر السكايب من سان بطرسبرغ. وعودة إلى ضيفي في الاستوديو دكتور أحمد سيد أحمد. يعني دكتور أحمد، هل يعني بالتأكيد أيضا من متابعتنا كان هناك أيضا مساعي لإقصاء مولر، يعني ويعني ذلك يعني أيضا يسلط الضوء على يعني
أن يكون هناك ممارسات من القيادة الأمريكية نفسها تتنافى مع الدستور يعني، وربما هذه هي العقبة الرئيسية التي وقفت أمام ترامب في هذا الإطار. انتقادات أيضا شديدة وجهها ترامب إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية في عقاب حادث إطلاق النار في إحدى المدارس الأمريكية، إن يعني فكرة إن أنهم ربما يستهلكون أنفسهم في التعامل مع هذه القضية المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وده بيصرف انتباههم عن عملهم الرئيسي. يعني كيف يمكن لهذه القضية حتى وإن حسمت وطوت صفحتها أن يكون لها تأثير على الداخل الأمريكي ونسبة التأييد لترامب وفرصه؟ هو بالطبع هذه القضية لها تداعيات داخلية، لأن ترامب حتى الآن هو بيحاول أن يشكك ويمنع تماما اي تورط، وبالتالي بيهاجم دائما المؤسسات الامنيه والمدعي الخاص الذي تم تعيينه روبرت مولر. هو بيرى ان هذه الجهات هي منحازه، وحتى التقرير الوثيقه اللي اصدرها الكونجرس الامريكي مؤخرا، ويعني كان فيها اتهامات ان الديمقراطيين في تواطؤ ضد ترامب، وان الاجهزه الامنيه كانت متواطئه، ويعني نوع من التحيز، هي بتعكس حاله من الشك بين ترامب دائما والمؤسسات الامريكيه التقليديه، خاصه المؤسسات الامنيه. ومعروف انه حتى يعني غير رئيس المخابرات الامريكيه والمتولى، وحتى كان رئيس الاف بي اي على الهواء، يعني اقالوا على الهواء. وبالتالي هنا كان في مشكله دائما بين ترامب وبين هذه المؤسسات، لان حتى ترامب من الاول اللي هو في حملته الانتخابيه كان له مقوله انه جاء ليستعيد البيت الابيض من الاختطاف، كان بيرى ان المؤسسات الامريكيه مختطفه الشعب الامريكي، مختطفه امريكا، وان هو خارج من جاي النخبه السياسيه، وبالتالي كانت علاقه شك. لكن على الاقل بعد مرور سنه كان في معركه ترويج متبادل، يعني كان المؤسسات الامريكيه نجحت الى حد ما في ترويج ترامب فيما يتعلق بالملف الخارجي، فيما يتعلق تحديدا بالملف الروسي، يعني كان هناك نوع من التحجيم. في النهايه وجدنا ان ترامب في استراتيجيه الامن القومي الامريكي في خطاب الاتحاد نص صراحه ان روسيا والصين هم المنافس الاستراتيجي لامريكا، يعني بمعنى اخر هم العدو الاستراتيجي لامريكا، لم يشهد هناك نوع من التقارب. صحيح كان هناك بعض المسارات المتقاطعه والمتوازيه في بعض الامور مثل الملف السوري، يعني كان في تنسيق ابان الحرب على داعش، كان البلدين مضطرين يتقاربوا في موضوع داعش، لكن بعد اندحار داعش الان عادت المسارات اللي هي المتصادمه مره اخرى، كل من يبحث عن نفوذه، وبالتالي تظل هذه القضيه تاثيرها في ان مدى شرعيه ترامب، مدى الشكوك حول اداره ترامب وحول علاقاته بالمؤسسات الامريكيه وحول علاقاته في السياسه الخارجيه. لكن كما قلت بعد المؤسسه ان هذه المؤسسات وضعت قيود على ترامب تجاه روسيا، فرضت عقوبات على روسيا لسه اخرها في 29 يناير عندما فرضت عقوبات ما يسمى لائحه بوتين اللي اصدرتها وزاره العدل الامريكيه، هي بيسمى 119 شخص منهم سيرجي ليفاروف وزير الخارجيه، وحتى ميدفيدييف كان رئيس وزراء السابق ضمن اللائحه الكبار المسلوم، واكثر من 100 رجل اعمال، يعني هم المقربين من بوتين، وبالتالي دي بيسموها العقوبات المحتمله اللي فرض عليهم بسبب التدخل الروسي في الانتخابات. ايضا كان في قبلها عقوبات على مسؤولون روس وكيانات روسيه وشركات النفط على هامش قضيه التدخل في شبه جزيره القرم، وبالتالي هيصبح هذا الامر هو تاثيره ان بيوضع في السياق العلاقات الامريكيه الروسيه تظل علاقات هي علاقات نديه، علاقات على مستوى النظام الدولي، ان هذه الدول تقوم بالحروب بالوكاله او الحروب بالحرب البارده الجديده في عديد من الملفات. الامر الاخطر ان قضيه استخدام التدخل الالكتروني، اللي هنا المغزى المهم، ان فكره الديمقراطيه والتواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والتويتر اللي خلقها الغرب وامريكا تحديدا اصبحت بعد ما كانت اداه لفكره يعني تكريس القيم والتواصل، اصبحت الان احد ادوات السياسه الخارجيه للدول الكبرى في التدخل وتاثير في الراي العام تجاه الدول الاخرى. ولذلك هو ما اشار كان محور اهتمام حتى مؤتمر ميونخ للامن، كلمه كوفي عنان ركز تحديدا على هذه النقطه، ان كيف ان وسائل التدخل وسائل السوشيال ميديا اول ما ظهرت تويتر وفيسبوك كان لها دور ايجابي وكان الناس بترحب بيها، الان اصبحت تضلل، اصبحت تقدم يعني تزييف العقول، تقدم معلومات مضلله، يستخدمها اجهزه استخبارات للتدخل في الدول الاخرى حتى بين الدول الكبرى. واذا كان روسيا ردا استخدمت ضد امريكا ردا على تدخلات امريكيه، ان روسيا حقيقه عندها عقده، وبوتين تحديدا لديه عقده من التدخل الامريكي تحت مظله الديمقراطيه، يعني كان حتى في الثورات البرتقاليه في اوكرانيا وفي جورجيا كان دايما عنده مشكله حتى في روسيا ودعم المعارضه الروسيه، وبالتالي هو حب نعمل نوع من الدفاع المضاد،
تدخل حتى، يعني كان في كلام ان هو تدخل في الانتخابات الفرنسيه. صحيح، والحقيقه اسمح لي كمان انا اختتم بان البعض تندر، يعني ربما هذه القضيه ما يعني نجحت فيه هو ان هي ارضيه الاتفاق الوحيده بين الديمقراطيين والجمهوريين بضروره معاقبه موسكو. صحيح. على هذه الخلفيه. انا صحيح. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد سيد احمد، خبير الشؤون الامريكيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. شكرا. تأكيد من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير هي يعني النظرة إلى اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وما يثار أيضا حول قانون الهجرة الجديد وسط ما يثار ما بين مؤيد وانتقادات من قبل الجمعيات الأهلية. ابقوا معنا. وزير الداخلية الفرنسي يعرض قانون الهجرة الجديد وسط انتقادات من الجمعيات الأهلية، ويعني ربما يعني افتقار إلى التوازن أخذ أيضا على هذا المشروع. سيتم التصويت على هذا القانون بصيغته النهائية أمام البرلمان الشهر القادم. ومعنا المزيد من المتابعة عبر السكايب دكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا يعني هذا القانون او مشروع القانون هو مثار انتقادات خاصه من قبل الجمعيات الاهليه. ما هي الضغوط اللي ربما بتمارسها هذه الجمعيات حتى تغير مسار هذا القانون حتى لا يتجه نحو الاقرار؟ طبعا بكل تاكيد انا اعتقد ان يعني الجمعيات الحقوقيه ويمكن معظم الاحزاب اليساريه ايضا الحقيقه تنتقد هذا القانون وبتصفه بانه قانون قمعي الى حد ما، او بمجرد انه هو مجرد يعني عمليه اصلاحيه لا فائده منها. فطبعا هذه المنظمات الحقوقيه ترعى بالدرجه الاولى يعني موقف اللاجئين وخاصه الحالات الانسانيه التي دائما تصل الى اوروبا، يعني قد تكون بشكل او باخر مهدده في حياتها وبسكن يعني نتيجه الحروب اللي موجوده او الصراعات الموجوده السياسيه في بلدانهم. فطبعا هذه المنظمات تلعب دورا هاما جدا في محاوله للضغط على يعني التراجع بشان هذا القرار الخطير. يعني الحقيقه لانه هو يعني حقيقه الامر هذا القانون انا بعتبره ان هو يعني ضد المبادئ التي تنادي بها فرنسا يعني دائما وابدا بانها ترعى الحقوق والحريات. فطبعا يعني هذه يعني صعب بعد ايضا ما تم انتخاب ماكرون لرئيس يعني رئيس دوله جديد لفرنسا، فطبعا كان هذا من ضمن الدعايه الانتخابيه له، فهو بشكل او باخر يفضل دائما انه يكون يعني له مصداقيه. الحقيقه بقت فعلا القضيه دي هي اللي بيدعى من خلالها اي مرشح. نعم. يعني استجابه الناخبين له وتأييدهم لي. يعني بعد اتساع دائرة الإرهاب دكتورة جيهان، في نبرة أكثر تشددا إزاء المهاجرين واللاجئين بيتبناها الغرب، يعني ربما يعني الجزئية المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا، يعني ما هو التعاطي اللي هيكون معها من قبل القوانين كما ينبغي أن تكون حتى يعني يكون في قوة ردع وفي ذات الوقت يكون في احتواء للانتقادات اللي بتحملها أو يحملها المعارضين أو الجمعيات الأهلية؟
طبعا هو القانون في حد ذاته هو بيعتبر ان هو الحقيقه كل الضغوط جاءت في تقليل المده اللي هي اللي المفروض يتم فيها دراسه الطلب او دراسه طلب اللجوء السياسي او اللجوء لاي سبب من الاسباب. وطبعا هذه الفتره القصيره في ان هو يتقدم طالب اللجوء لهذه وان يتم الدراسه بشكل يعني بسرعه في او سرعه كبيره في الاجراءات ديت بتعطي يعني عدم مصداقية أولا في قرار الصادر من هذه الجهة، وفي نفس الوقت أيضا الطعن المفروض بعد ما كان شهر المفترض هو يعني الطعن على الرفض بالقبول رفض الطلب فأصبح 15 يوم، فطبعا هذه مدة قصيرة جدا جدا بالنسبة للطلب. والحقيقة عايز أتساءل من حضرتك على حيثية بنود أخرى، توسيع مبدأ لم الشمل وإلغاء بلد الترحيل إلى دولة آمنة ثالثة، إلى أي مدى بتلبي المطالب والاحتياجات في هذه المرحلة؟ وهل في ربما بنود أخرى جديرة بالاهتمام لم تدرج؟ عايزه اقول لحضرتك طبعا هو لازم نفرق هنا ما بين امرين، يعني هو الحقيقه هم مركزين اكثر على يعني قانون يعني هو اللاجئين الخاص باللاجئين، اما الهجره غير الشرعيه فشكل اخر، لانه يمكن ماكرون يعني في اكثر من جزئيه له استعرض هذا، وان يعني من ليس له الحق في ان يظل على الاقليم الفرنسي سوف يتم ترحيله، يعني لكن الحقيقه كل الاجراءات الخاصه بهذا المشروع او المشروع القانون يعني تخص بالدرجه الاولى اللاجئين، يعني المشكله اللي هم الذين لهم يعني مشكلات حقيقيه في بلدانهم سوف تتم دراستهم على دراسه الملف على اعلى مستوى، وان سوف يتم بكل تاكيد تقليص الحالات التي فعلا تستحق ان تظل على يعني الاقليم الفرنسي والتي لا يحق لها فسوف يتم ترحيلها في اسرع وقت، وهذا يعني الموضوع خطير جدا. طبعا اما بالنسبه لموضوع لم الشمل ويعني وهذا او يعني ترحيل اللاجئين في لدول اخرى ممكن تكون امنه، فانا اعتقد انه يعني يشمل بعض البنود وليس كلها. يعني سوف تتم دراسه كل حاله على حده. نعم. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره جيهان جادو عضو المجلس المحلي لمدينه فرساي، جزيل الشكر لحضرتك. كانت دي المحطة الأخيرة في لقائنا مع حضراتكم في الاتجاه شمالا، وبالتأكيد لقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.